أيام قليلة تفصل بطل الدوري الموريتاني تفرق زينة عن مواجهة نادي المريخ السوداني. أخيرا خرج أحد الأندية الموريتانية من جلباب بطولة الدوري الموريتاني إلى عالم البطولات الدولية. نادي تفرق زينة بهذه المشاركة سيضع قدما على المستوى الدولي بعيدا عن تربص الفرق الموريتانية وضعف حيلتها ووسيلتها نحو البطولات الإفريقية. سيحمل أيضا كل آمال وتطلعات الجمهور الموريتاني المتعطش إلى مشاهدة فريق موريتاني يقارع كبار الأندية الإفريقية بعد أن اقتصرت كل طموحات الأندية الموريتانية على بطولة الدوري أو كأس رئيس الجمهورية. بطل ثنائية الكأس والدوري سيستضيف نادي المريخ في لقاء ذهاب بطولة كأس العرب للأندية يوم 24 من الشهر الجاري في الملعب الأولمبي. يمتلك عددا كبيرا من خيرة اللاعبين الموريتانيين وأصحاب الخبرة، بل إن النادي البلدي صنف أخيرا كأحسن نادي موريتاني. رأس جهازه الفني يجلس على هرمه شيخ ذابت شوائبه في التدريب يدعى برامجي. كذلك حال إدارته التي يرى كثيرون أنها نجحت في وضع الفريق في أحسن ظروف ممكنة حين توج الفريق بكل البطولات المحلية وكسر عقلية الفرق الموريتانية التي تقتصر دائما طموحاتها على البطولات المحلية. وحين يتعلق الأمر بالبطولات الدولية تبقى العين بصيرة واليد قصيرة. فهل ينجح الممثل الوحيد لموريتانيا في تخطي أكبر الأندية السودانية نادي المريخ الذي جال وصال في البطولات الإفريقية؟ ولو أن إدارة فريق النادي البلدي تؤكد دائما أن نادها بتشكيلته الحالية قادر على العبور من بوابة المريخ، إذا أدرك الجمهور الموريتاني أن حسم اللقاء مرهون بمدى مؤازرته للفريق.